بالنسبه طبعا للسمسم يا جماعه، تمام زي ما انت شايفه اهو ما شاء الله زي الفل اهو قدامك اهو، تمام شوف. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان ده بيشرب على طول. دول كام عود يعني كده اهو مزروعين يعني وسط وسط الارض هنا ووسط البطاطا، تمام. فطبعا بيشربوا ميه، فمع شرب الميه شوف العود قد ايه، ولكن ولا في زهر ولا في اي حاجه اهو، مفيش ولا زهر ولا في اي حاجه. فطبعا اهم حاجه لازم تخلي بالك ليها مده الفطم للسمسم. وقلنا مده الفطم يعني في ناس بتخدر، تمام، بعد 15 يوم او 12 يوم بتدي رايه محايا، تمام. وفي ناس ما بتديش، بتفطم لمده 30 لحد 35 يوم وبتروي، تمام. لكن زي ما بنقول اهم حاجه انك تفطم السمسم يعني اقل وقت ممكن، مفيش مشكله، لكن ما تسيبوش يهجم زي ما انت شايف كده، شايف ولا في محصول ولا في انتاج ولا في اي حاجه اهو. وقلنا طبعا يعني اللي عايز يزرع سمسم، احنا النهارده كام في الشهر؟ النهارده 16 يا جماعه، النهارده 16، يعتبر الوقت طبعا اتاخر شويه عشان بس تلحق الزراعه اللي بعدها. وطبعا يا جماعه بالنسبه للسماد بعد مده الفطم، يعني بعد مده الفطم تبتدي تسمد، يعني تدي كماوي يوريا او نترات، مفيش اي مشكله، تمام. طبعا لو الورق مخرم زي كده هتدي طبعا مبيدات للدود او مبيد حشري للناموس والتربس والكلام ده كله، يعني ده رشيناه يا جماعه. طبعا اللي ترش طالع القلب نظيفه زي ما انت شايف، انما ده الورق ده اللي اتاثر من قبل الرش ده بالنسبه للمبيدات. وطبعا يعني رش الحشايش زي مثلا السعد والكلام ده كله يعني ممنوع منعا باتا انك ترش اي مبيد حشايش اثناء زراعه السمسم او الفول الصويا. يعني ده كان كله السعد، ده ابتدينا ان احنا ننجيه ونجلعه زي كده، يعني خفيناه شويه من الارض. السعد ده يعني عامل مشكله مع ناس كتير، شايف ده بالنسبه للسعد. رجل اي حاجه يعني اياك ترش ايه مبيدات للحشائش، هتأثر على الزرع والمحصول على طول، تمام. يعني الافضل ليك تنظف السمسم يدوي بالعزيج. السعد ده اهم حاجه برضه، اهم تجلع، يعني انت بتعزج يجي جنب الجوره، تمام، متأثرش على الجوره في العزيج، متأثرش على الجوره في العزيج. دي طبعا البطاطا اهو بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايف زي ما قلنا ده ترش مبيدات للدود، فالقلب اللي طالع اهو شغال زي الفل بسم الله ما شاء الله.